مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل لا بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب أولترا فورد بمانشستر أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي في تم الساعة 8 مساء بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 10 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات اما بالنسبه للقنوات الناقله المباراه قناه بي ان سبورت بي ديوان الناقل الحصري لهذه المباراه تجدون رابط في صندوق الوصف نتمنى لكم فرصه ممتعه ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناه وتفعيل خاصة تجربه على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضرب لكم مواعيد في مواد قادمه